وفق البرنامج المسطر من طرف الولاية بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال والشباب 59، قام والي ولاية باتة توفيق مزهود بحضور كل السلطات المدنية والعسكرية بوضع إكليل زهور بمقبرة الشهداء ترحما على أرواحهم الطاهرة، ليتم بعد ذلك تكريم مجاهد ثوري سابق بالمنطقة فور مشاهدة فيلم وثائقي قصير يصف فرحة الجزائريين غدة الاستقلال عام 1962، وكذا الاستماع لمحاضرة بالمناسبة من تقديم الأستاذ بوجمعة الذي أكد من خلالها على عجز فرنسا ورضوخها لرغبة الجزائر في نيل الحرية والسيادة التامة. من جهة أخرى، تم تدشين ساحة عمومية بوادي الشعبة أين استمع الوالي لشكاوى المواطنين، أكد من خلالها على ضرورة التمسك بروح التعاون لإعادة بناء أكبر وأعرق ولاية تاريخية بلاد الأوراس الأشم. وغنية ولكن فقيرة في آن واحد، وعلاش فقيرة؟ بالنسبة للمسؤولين، بالنسبة لينا احنا كمسؤولين، مني أنا وجبد السيدي كنا با رائدة في كل ما يدين، ولكن لازم وعي، لازم اقتران، لازم المسؤولية، لازم يكون التحكيم اللي رانا نلحو عليه. ما نشعى عندي واحد الحاجة هذه، احنا اليوم والي وغدوة نمشيو بحوايجنا ونمشيو، ولكن ما نخليوش كمام هذه الولاية تعاني. فيما تم تكريم الفرق الرياضية والثقافية الفائزة في المنافسات الولائية بالمركب الرياضي الثقافي كشيدة تشجيعا وثناء على جهودهم في تشريف الولاية. الحمد لله اليوم تمكن الفريق من الفوز بالنهائي هذا، وإن شاء الله يمثل الولاية في الأدوار الجهوية. دور الهدف منها هو تقريب الرياضة من أهل المساجد خصوصا، ثم إعطاء صورة طيبة بأن الرياضة قبل كل شيء ينبغي أن تكون أخلاقا حسنة. استغلوا الفرصة هذه نترحموا على شهدائنا الأبرار بالمناسبة تاع 5 جويلية، ونشكروا كل من وزارة الشؤون الدينية والشبيبة والرياضة لولاية باتنا لتنظيمهم هذه الدورة بين المساجد لمبادرة طيبة، رياضة ودين، إن شاء الله تكون تعمم على مستوى الوطن. واختتم البرنامج بإعادة تسمية العيادة المتخصصة لجراحة الأنف والأذن والحنجرة باسم الشهيد علي جبارة تخليدا لروحه الطاهرة وترسيخا لأسماء لا تموت.